هذا طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي مناهج كان نكتب بلس 5. معكم مسامحة فوزي. النهاردة معدنا مع اليونت 1 الوحدة الأولى في الدرس ليسن 5 and 6، وبرضو معانا ليسن 7 الدرس السابع. والكلام ده طبعا ايه من بيج 41 41 تو ايه 52 اتنين وايه و50. هنقرا يعني مع بعضينا كل الفوكابولري الكلمات المهمة الموجودة معانا، ونحل الاكسرسايز اللي موجودة معانا على ايه على الدروس التلاتة. في لسن 6 طبعا الدرس السادس اهو، تعال نشوف مع بعضينا كده. اول حاجة الفوكابولري اهو، سبورتس يعني رياضات، كونتراست يعني تناقض، بعد كده بول يعني حمام سباحة، لام يعني لحم مضان، ناخد بالنا ان هنا البي سايلنت، بعد كده بوميجرانيت يعني فاكهة الرمان طبعا، فيزيكال يعني بدني جسدي، تايرد متعب، دو اكسرسايز يعني يتمرن، ريزن يعني سبب، ريزلت نتيجة، سبورت سنتر مركز رياضي، هيلثي دايت نظام غذائي صحي، بوبيولار شائع مشهور محبوب، بوزيتيف ايجابي، نيجاتيف سلبي، ناتشرالي يعني بطريقة ايه طبيعية او بطبيعة ايه الحال. طبعا الحاجات اللي موجودة عندنا هنا في الجزء ده هنا اللي هي طبعا ايه اللينكينج ووردز اللي هي كلمات ايه الربط، تمام كده لينكينج ووردز اهو. عندنا اند معناها وي، عندنا بط معناها ولكن، عندنا سو يعني لذلك، يجي وراها نتيجة، عندنا بيكوز يعني لأن، يجي وراها ايه سبب. يعني احنا لو احنا قعدنا نقولهم كده مع المستر كده، تعالى نقولهم كده او نقولهم مع بعض. يعني انا لما اقول اند هنا ممكن اقول اي لايك، تمام كده، ركز مع المستر، انجلش اند ماس، يبقى انا بحب الانجليش والماس، تمام كده. ده بالنسبة للاند. اللي بعد كده هنا لو انا عايز اقول بط اقول اي لايك انجليش، انا بحب الانجليش بات، ولكن اي دونت لايك ماس، لكن انا ما بحبش ايه الماس، تمام كده، او العكس يعني تقول اي لايك ماس بات اي دونت لايك انجليش، عشان طبعا اخواتنا ايه مدرسين الماس ما يزعلوش يعني. بعد كده هنا لو انا عايز احط بيكوز وسو، طبعا بيكوز يجي وراها السبب، فاقول ممكن هنا اي ديدنت go to school، انا ما روحتش المدرسة because لاني I was ill or sick or ايه sick يعني مريض. ايه السبب اللي خلى مرضش خليك تروح المدرسة؟ ان انت كنتش ايه ان انت كنت مريض. لكن لما يجي يقول استخدم هنا so، تمام استخدم هنا so، هقول ايه بقى هنا I was، بص هنا العكس اهو، I was ill so I didn't go to school، يعني انا كنت تعبان عشان كده انا ما ذهبتش للمدرسة. تعال بص فيها وركز معايا كده. اول حاجة هنا طبعا هنا عندك مين هنا اللي هي didn't go to school، ما راحش المدرسة، والسبب ان هو كان مريض، يبقى I was ill انا كنت مريض، تمام. تيجي هنا لسو بقى يقول لك ان هو كان مريض، والنتيجة ايه ان هو ما راحش المدرسة، ما راحش ايه المدرسة، تمام كده. ده بالنسبة ليه لي سو وبيكوز، الفرق بين الاتنين نبقى ايه عارفينهم. بعد كده تعال نحل مع بعضينا كده الاكسرسايز اهو. اول حاجة طبعا تشوز، بيقول لي هنا في سؤال تشوز نمبر 1، yesterday I was ill، امبارح انا كنت مريض، لذلك I didn't go to work، عشان كده انا ما روحتش الشغل. طبعا هنا هتحط مين على طول هنا so، so جوه هنا النتيجة والسبب ان هو I was ill انا كنت ايه عيان. question number 2 بيقول لي جميلة likes swimming she doesn't like running، هي بتحب حاجة لكن ما بتحبش حاجة تانية، يبقى تروح على مين على طول على but. question number 3 بيقول لي هنا محمد eats dates، بيحب طبعا اكل البلح والرمان طبعا figs، وكمان الفيجز كمان، يبقى هنا طبعا بتحط هنا ايه and هنا معناها ايه و. في number 5 he likes to play football، بيحب طبعا يلعب football
لكن ما بيحبش التنس. يبقى هنا طبعا هنا مين؟ but. But he doesn't like tennis. questions اللي بعد كده بيقول له I love playing tennis. أنا بحب ألعب تنس. I love football too. وكمان بحب الفوتبول أيضا. يبقى and I love football too. في question number 7 هنا بيقول له it's a holiday, أجازة. We can go to the club. عشان كده ممكن نروح النادي. يبقى هنا تربط بمين هنا؟ بسو. تربط هنا بمين؟ بسو. اوكي، يبقى سو وي كان جو تو ايه؟ ذا كلاب. بعد كده الكويشن نمبر 8 بيقول لي اي ايت هيلث فود، اي بلاي ا لوت اوف سبورتس. انا باكل طعام صحي وكده كمان لو على كده ان انا ايه بلعب رياضه. يبقى هنا تربط بمين؟ بانت. question number 9 هنا بيقول this is a popular club، يعني نادي مشهور جدا. there are always a lot of people. وده هنا السبب، فينا السبب هنا مخليه او النتيجة مخليها ايه؟ ان هو في ناس كتير. يبقى so there are always a lot of people. بعد كده في number 10 بيقول I don't like كاراتي، انا ما بحبش العب كاراتي اللي هو الكاراتيه. اي لاف فوتبول، لكن انا بحب العب فوتبول. يبقى هنا تحط مين؟ بات. يبقى بات اي لاف فوتبول. خلصنا الجزء ده. طبعا هيجي لنا على طول السؤال بتاع مين؟ الاكسرسايز. اول سؤال طبعا لسن. نخش على سؤال ريد. ريد اند كومبليت ذا تكست. جيب لي هنا تنس، وجيب لي ورك، وجيب لي اون هيلثي، وجيب لي اكسرسايز يعني اتدرب، وجيب لي هنا هيلثي. Ali is a healthy boy. ولد طبعا صحي. He eats food. بياكل طبعا ايه هنا؟ healthy. نقول له healthy food اهو. healthy food. Like fruit and vegetables. He likes to do some. بيحب يعمل هنا ايه؟ some ايه هنا؟ exercise. exercise يعني تدريبات. تمام؟ بعد كده هنا بيقول لي هنا ايه؟ he has a healthy family. عنده عيلة صحية. his sister Dina plays. بتلعب هنا ايه؟ plays tennis. اكيد يعني بتلعب تنس. اوكي، وبعد كده عند his sister Reem plays football. واخته Reem بتلعب football. his mom walks to. مامته طبعا walks to ايه هنا؟ walks to work. تحب تمشي للعمل، ما تركبش اي مواصلات. his parents don't play sports. لكن والديه ما بيلعبوش اي رياضه. زي walk or ride bikes. يا اما يمشوا يا اما يركبوا ايه؟ دراجات. بعد ما خلصنا الجزء ده طبعا عندنا read اهو. read the following text. نقراها كده مع بعض بسرعه. ندى is a healthy girl. بنت طبعا صحيه. she loves sports. تحب الرياضه. she plays volleyball. تحب تلعب volleyball and tennis at the club. في النادي. She eats healthy food. تحب تأكل طعام صحي. Like fruit and vegetables. She doesn't like to eat unhealthy food. ما بتحبش تأكل طعام غير صحي. She doesn't eat chocolate. ما بتحبش تأكل شوكولات. Because it has much sugar. لأن فيها سكر كتير. بيقول لي هنا طبعا She drinks fresh juice. وهي طبعا بتحب تشرب fresh juice and lots of water. وبتحب تشرب مية ايه كتير. She doesn't drink cola. هي مش بتشرب كولا، لكن she always does a lot of exercise. لكن بتعمل تمرينات ايه؟ كتير. احنا هنا عشان ما نتوهش اهو. Because it's good for her health. لان ده كويس جدا لصحتها. يقول لك she plays sports. هي بتلعب رياضة with her friends، مع اصدقائها. as a club. It's important to do exercise. مهم جدا ان هي تمارس تمرينات وتعمل تمرينات to keep our heart healthy. عشان طبعا القلب بتاعنا بيكون صحي. she has a healthy family too. هي كمان عندها عيلة ايه صحية. في الكويشن الاول طبعا في اللي تشوز اهو بيقول the main idea of the text is. الفكرة الرئيسية ايه؟ هل bad life حياة سيئة، our heart قلبنا، good student، ولا health life؟ health life هي احسن حاجة، حياة صحية. في question number 2 بيقول is a place where we can play sports at it. مكان احنا ممكن نلعب فيه رياضة اللي هو الكلاب.
questions اللي بعد كده بيقول له why، وانا قلت لكم why يعني لماذا. بيقول له why isn't it chocolate healthy، ليه الشوكولاتة طبعا مش صحية. طبعا هنا لما نروح لها نقول له هنا ايه، البنت ما كانتش بتاكل الشوكولاتة ليه، هنا نقول له because it has much sugar، لان فيها سكر ايه كتير. نيجي هنا كده ونيجي كاتبين رقم كام 3. لكن في الامتحان طبعا نعمل ايه، نكتب في ورقة الاجابة كل سؤال نكتب الاجابة بتاعته مكانه هنا. question number 4 بيقول how can we keep our heart healthy، ازاي نحافظ على القلب بتاعنا ايه healthy. طبعا هنا قال لي ايه، قال لي it's important، من المهم جدا to do exercise، نعمل تمرينات to keep our heart healthy عشان نحافظ على قلبنا ايه صحي. ودي اجابة السؤال question number 4. تمام كده نخش بعد كده على طول على ايه، على questions اللي choose. في number 1 في اللي choose بيقول I was tired، انا كنت متعب لذلك انا ذهبت to bed very late. يبقى طبعا هنا هتروح على مين، على so النتيجة اهي. في number 2 بيقول I have one brother، انا عندي اخ واحد two sisters، عند اخ واحد وعند اختين، يبقى and. في question number 3 بيقول له we should take our umbrellas it's raining، لازم ناخد طبعا الامبريلاز اللي هي الشماسه بتاعتنا لانها بتمطر، يبقى because. في number 4 بيقول له he is a good player، هو لعيب كويس جدا، he doesn't win any medals، لكن هو ما فاز بأي ميدلز، يبقى هنا ايه بات بط يعني ايه ولكن. بعد كده السؤال طبعا اللي هو مين، الاوردر مع بعضينا كده، يقول له وي شود، وي ايه شود، يجب علينا، نقول له هنا وي نبدأ بوي، بعد وي نحط هنا مين شود، بعد شود هنا نحط مين كيب، يبقى وي شود كيب اور هارت هيلثي، لازم نحافظ على قلبنا ايه صحي. وبعد كده الكويشنز اللي بعد كده بيقول لي it's important، it is important، يبقى it is important to exercise، ولا to do exercise، to do exercise. تمام كده خلصنا ايه اللي هو السؤال الترتيب، سؤال ايه الترتيب. يس ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هيبقى في شرح للايميل، انا هشرحه مش هسيبه. خلصنا كده لسن كام 5، تعالوا نروح على لسن 6 بسرعة عشان نبقى خلصنا اليونت دي. بيقول لي story waiting for the rain، يعني انتظار المطر، هنا في لسن 7. نشوف مع بعضنا الكيف كابلر كده بسرعة. بيقول لي هنا كاب، كاب اللي هو الشبل الصغير بتاع الأسد، سترينج هنا يعني غريب، كراس يعني عجب، هانجر يعني جوع. بعد كده هنا فيلينج اللي هي المشاعر أو الشعور، بوليوشن تلوث، بوسيبل ممكن، وذا أوت بدون، هابيلي يعني بسعادة، ديد يعني ميت، وور مدافئ، امبوسيبل يعني مستحيل. بعد كده هنا بيقول لي ستاي ستاي ستايد، لاف لافت، داي دايد، اماجن اماجن. بعد كده لاي ان لي ان، كاتش كوت، ويك اب يستيقظ، ووك اب، فول فيل. بعد كده على طول الامبورتنت اكسبريشنز والبروبوزيشن، كم باك يعود، ران اواي يهرب، ليتس بلس انفينيتيف هيا بنا، لازم يجي بعدها في مصدر الفعل بدون اي اضافات، لوك وورد يبدو قلقا، تو ويك ليتر بعد اسبوعين، اون ذا جراوند على الارض هاف فن يعني يستمتع. تمام احنا خلصنا الجزء كله كده، فهمنا طبعا الدنيا ماشيه معانا ازاي كده. تمام هيقابلنا على طول جزء جرامر برضو، هيتكلم على موديل فيربس اللي هي ويل وونت، ويل و ايه وونت. طبعا انا بستخدم هنا ويل وونت للتعبير عن شيء سوف يحدث في المستقبل، حاجه هتحصل فين في المستقبل. بعد ويل وونت لازم يجي الفعل في المصدر، اي ويل جو، ساذهب الى الاسكندريه في الصيف. بعد كده he won't go، مش هيروح أسوان in spring، فين في الربيع،
يبقى بعد will want لازم يجي الفعل فين؟ في المضارع. بعد will اهو، تمام، بعد want اهو الانفينيتيف بلس مين؟ انفينيتيف. الفعل فين؟ في المصدر. كل الضمائر هنا بتاخد طبعا will او want، يعني I will، we will، you will، they will، تمام، he will، she will. وبعد كده كان هنا قال لك بيعبر express about ability and inability، اللي هو بيعبر عن ايه هنا؟ اللي هي القدرة. انا عندي هنا can وهنا can't، يستطيع ولا يستطيع. بيجي بعدهم هنا الفعل فين؟ برضه في الانفينيتيف، بعد ايه؟ في الانفينيتيف، تمام. يبقى اقول هنا بقى الشيء، طبعا هنا ممكن يكون possible ممكن، فهنا طبعا اقول هنا he can climb a tree، يقدر يتسلق الشجرة. فهنا بعد كان هنا جه infinitive او climb او they can't run fast، ما يقدروش طبعا يجروا بسرعة، بعد كان تجي infinitive. طب سؤال، can we catch rabbits to eat؟ yes we can، no we can't، يعني نعمل عملية مص. يقول لك without rain، بدون مطر the grass can't grow، بعد كانت هنا جه infinitive اللي هو ايه هنا؟ grow. نخش بعد كده على might، ومايت دي اسمها احتمالية، برضو بيجي بعدها الفعل في المصدر. يعني اقول some rabbits might be dead، يعني بعض الرابتس اللي هو الارانب ممكن تكون ماتت، فدي هنا احتمالية، يعني الشيء صحيح ام لا مش متأكد. وهنا must و mustn't، يجب ولا يجب، تمام. وده هنا to talk about things we have to do، لازم حاجات لازم نعملها. وبرضه هنا must و mustn't لازم يجي وراهم الفعل في المصدر. يعني انا لو حطيت هنا must اهو وادي mustn't، ما تقولش mustn't، قول mustn't، اوكي. برضه هنا لازم يجي وراهم مين؟ الانفينيتيف اللي هو الفعل فين؟ في المصدر. لما اقول لك you must look right and left، لازم تبص يمين وتبص شمال before you cross the road، قبل ما تعبر ايه الشارع. او لما اقول لك you mustn't sleep in the class، اوعى تنام في الفصل. تعال نشوف مع بعضنا اللي تشوز كده، بيقول له you use your mobile in the classroom. هو انت هنا في قدرة ان انت تستخدم التليفون بتاعك في الفصل؟ مفيش. هنا يبقى هنا على طول تروح لمين؟ ل mustn't. You mustn't use your mobile. فنمبر 2 هنا بيقول لي he wins a match I am not sure. ما دام قال لك هنا I am not sure، أنا مش متأكد، يبقى في احتمالية، يبقى في هنا حاجة مش متأكد منها، يبقى might على طول. ربما إيه؟ هو ربما يفوز بالماتش. فنمبر 3 بيقول لي he carries a box، he is too weak. كلمة weak هنا يعني ضعيف. weak يعني إيه؟ ضعيف، تمام. يبقى تروح على طول على مين؟ على كانت. واحد مش هيقدر يشيل صندوق لانه هو ضعيف. في نمبر 4 يقول نيكست يير، يعني العام القادم، الي ان نيو كار، تاخد بالك من نيكست يير ده لسه السنه الجايه. يبقى على طول ان على هيشتري، يبقى ويل باي على طول، هيشتري ان نيو كار. وفي نمبر 5 بيقول ماي براذر از وين بيكوز هي از اونلي 2 مانثس اولد. طبعا 2 مانثس اولد هنا يعني شهرين، تمام. يبقى my brother swim because he is only 2 months. طب انت، هو انت عندك هنا اخ ممكن يكون عنده شهرين ويقدر يعوم؟ يبقى هنا can't. can't يعني ايه؟ ما يقدرش. في inability هنا. خلصنا الجزء ده، هنروح على طول على الاكسرسايز بتاع lesson 7. كل ده طبعا هنا lesson اهو، احنا هنروح على السؤال بتاع مين؟ اللي تشوز، سوري، اللي هو read and complete. جيب لي هنا ديد ميت، وهنا جراس عشب، وهنا انيمالز، وهنا ميت لحمه، ورين يعني يمطر. ماذر لاين طبعا اللي هي مامة الاسد قالت له ايه؟ اي هوب ات رينز سون، يعني ايه هنا؟ اتمنى ان هي تمطر قريبا. الكب اللي هو طبعا الشيب لابنها، قال له واي دو يو وونت ات تو، ليه انت عايزاها ايه هنا؟ طبعا رين، عايزاها ليه تمطر؟ قالت لها we can play in the sunshine، نقدر نلعب بقى فين؟ في السانشاين. ماذر لاين قالت له if it doesn't rain، يعني ايه if it doesn't rain؟ لو هي ما مطرتش the won't grow، مين اللي هو بقى هنا ايه؟ مش هينمو، اللي هو الجراس. قالت له لو ما مطرش هنا العشب مش هينمو، اوكي.
then we will be hungry وكده هنجوع. راح ايه طبعا هنا القب قال لها ايه what do you mean انت تقصد ايه؟ قالت له طبعا قال لها طبعا we eat not grass، قال لها ده احنا بناكل هنا اللحمة ما بناكلش ايه العشب. تمام. راح طبعا ماذر لاين قالت له ايه I can't find any animals to catch، انا مش لاقي حيوانات اصطادها، ما هو لو في جراس عشب يبقى في حيوانات انا ممكن ايه اصطادها. القب قال لها why ليه؟ قالت له طبعا ماذر لاين if the grass doesn't grow، لو العشب ده لم ينمو they don't have any food، طبعا هنا مش هيلاقوا اي ايه طعام، اللي هم مين الانيمالز اللي هم ايه الحيوانات. قالت له ايه هنا بقى القب we must move to a different place، ولازم نتنقل لمكان ايه مختلف. تعال نشوف مع بعضينا كده هنا بالترتيب، بيقول لي زكات اللي هو القط، طبعا نقول زكات كانت ما يقدرش، بعدها على طول sleep ينام، بعدها because لأن اوكي because of a hunger اللي هو ايه الجوع. بعد كده question number 2 هنا بيقول لي هنا بيقول لي I can't find تمام any rabbits، I can't find any rabbits يعني مش هقدر اجد اي rabbits يعني اي ارنب. اوكي اي ارنب يعني. خلصنا تمام الجزء ده، نشوف السؤال بتاع التشوز هنا في question number 1 بيقول له choose the correct answer from A B C. أول حاجة بيقول لي it doesn't rain، لو مش هتمطر animals be hungry، يبقى animals will be hungry يعني هيكونوا جعانين. questions اللي بعد كده بيقول لي can you me، قال له yes I can، ما دام سأل بكان هنا يجي الفعل، بعد كده الفعل فين في الانفينيتيف. في number 3 بيقول له without rain بدون مطر some rabbits be dead، بعض اللي هي ايه الارانب ربما تموت، يبقى might be dead might be ايه dead. في number 4 بيقول I have an important exam tomorrow، عندي امتحان مهم غدا I study hard for it، انا لازم اذاكر، يبقى هنا must ولا mustn't؟ لا طبعا must ضروره. اوكي الجزء اللي بعد كده طبعا قطعه، تعال نحلها مع بعض مش مشكله. بيقول لي rabbit was living in a forest، بيعيش طبعا في غابه. He was very afraid of a lion، كان خايف طبعا من أسد. Who ruled the forest، اللي حكم الغابة. The lion was unkind، الأسد طبعا كان غير عطوف. And liked to annoy the other animals، كان طبعا بيحب يضايق الحيوانات إيه التانيين. One day في يوم من الأيام the lion decided to have some fun، قرر الأسد إن هو يعمل إيه يستمتع يعني. And chased the rabbit، وقعد يطارد مين الأرنب. The rabbit ran for his life، جري بسرعة. And reached a cave، ووصل ايه هنا لكهف. The rabbit saw a big hole، شاف طبعا ثقب او فتحة كبيرة. In the cave، في الكهف. And jumped into it، راح ناطط منها قفز. The lion followed him، واللاين طبعا اتبعه. And also jumped into the hole، قفز في الفتحة. But the hole was a trap، لكن طبعا ايه هنا الفتحة دي كانت مصيدة. and the lion cannot come out of it، وطبعا هنا الأسد ما قدرش يطلع منها. يبقى it دي تعود على مين هنا؟ على الهول. فكروا كده، شوف اللونين دول اهو. the rabbit escaped، الأرنب طبعا هرب. and lived happily، وعاش بسعادة ever after، بعد كده. أول سؤال طبعا في الأندرلاين هنا بيقول له أندرلاين the pronoun it refers to the إيه؟ تعود إيه؟ طبعا للهول أهو، لسه حلينهم. question number 2 بيقول the lion was a animals، كان حيوان إيه بقى؟ and liked to police other animals، كان بيحب يتنمر على الحيوانات الآخرين. طبعا هو كان كرول، وكلمة كرول هنا يعني قاسي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك what did the lion decide to do، الأسد قرر يعمل ايه؟ ارجع القطع شوف decide بقى عمل ايه هنا. يقول لك decided the lion decided to have fun،
lion decided to have fun and chase the rabbit. يبقى ده question number كام؟ number 3 يا رجالة. في السؤال اللي بعد كده number 4 بيقول what happened in the end؟ ايه اللي حصل في النهاية؟ طبعا النهاية مأساوية للأسد. نقول لك ايه بقى هنا؟ نقول له the rabbit escaped and lived happily every after او ever after، يعني هرب طبعا وعمل ايه وعاش حياته ايه في امان اهو في سعادة. خلصنا كده، كده خلصنا كل حاجة على اليونت، تمام كده. ناخد بالنا بقى ان احنا عندنا طبعا فين البراجرافات موجودة طبعا كلها فين في اليونت اهو. اول حاجة الامازون رين فورست، وعندنا هنا ايه الايكو سيستم، وعندنا اور هارت اهو، وعندنا نبق ناشونال بارك. دي بالنسبة للبروجرافات بتاع اليونت، تمام كده. خلصنا احنا كل حاجة كده وبقينا الجزء اللي هو بتاع ايه التست.